معانا الاستاذه بسمه، اتفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك. اتفضلي. كل عامله ايه حبيبتي؟ اهلا بيكي، وحشتينا وحشنا البرنامج والله. تسلمي لي روح قلبي يا رب، ربنا يصلح لك الحال يا رب. انا شفت كل في حلم قلقني كده، وكان حد بطرهولني في سحر فقلقني اكتر، فانا طبعا مش بثق في حد غيرك انت. قولي حبيبتي. حلمت ان اللهم صل على سيدنا النبي، ما ببص كده على السماء زي ما يكون في جنون عماله ترمي انابيب في السماء، بس ما بتوجعش على الارض، بتتعلق كده انابيب. وبعدين انابيب ولا نجوم؟ لا لا، انابيب، انابيب غاز، انابيب، انابيب بترمي. فبعدين بقول طالما هي دي مش بتاعت حد، طب ما ناخدها. فخالي مد ايده وخد الانبوبه. بعد شويه ابن عم الصغير عندي 5 سنين جاني وبيقول لي تعالي روح لخالتي ضروري، اللي هو في بيتهم يعني، تعالي روح لخالتي ضروري عشان امي ماتت. فانا بقول يا عشان خاطر ان انا احضر امور العزاء وكلام من ده، فانا بقول له لا مش رايحه عشان خاطر العقربه لدعتني لدغتني. فبعدين هي اصلا ما فيش عقربه ولا حاجه، بس عشان خاطر ما روحش. وبعدين بعد ما مشى كنت بتلافى حاجه من الارض، وبالفعل عقربه كبيره جدا ودعتني في صباعي، وصباع ورم، وصرخت صرخه جامده. بعد كده مسكني في التنمير في دراعي كله، واخويا كان واقف ومرات اخويا، بس ما حدش فيهم مثلا قال لي اروح اوديك للدكتور ولا حاجه عشان السم. فبعدين بقول طب اروح للمستشفى اخد حقنه عشان السم. فبعدين بقول لا خلاص انا مش رايحه، انا هموت، يلا اموت اموت. ده حلم. الحلم الثاني معلش يا ستي. طب قبل الحلم الثاني احنا بس عشان نلحق اتصالات كتيره جدا، فعاوزين ناخد ده بس بعد اذنك. اتفضلي. بصي يا نسمه، صلى على النبي. يا بسمه هي معايا؟ هي خلاص قفلت. لا طيب. دايما الانسان بيجري ورا المتاعب، ودايما الانسان عاوز يسمع الحاجه اللي هي تشككه في امره. بمعنى ايه؟ يعني مثلا انا دلوقتي عندي شويه مشاكل، عايزه حد يريحني ويقول لي انت فيكي حاجه، فيكي سحر. يعني هي بتقول ان هي كلمت حد فقال لها انت عندك سحر، هي ما عندهاش لا سحر ولا عندها اي حاجه. ليه؟ الانابيب اللي نازله الانبوبه دايما فيها غاز او ريحتها غاز، فبيدل على التشكيك في الامور. وبيدل على ان حد بيعمل لك حاجه، تكون عندك قلق ونفور منها. هي ريحه الغاز، مين اللي بيحب ريحه الغاز؟ فدايما بيعمل قلق توتر. وبعد كده نزل والحاجات الاعراض اللي شافتها بتقول لك لما قرصتنيش وقرصتني والكلام ده كله، فبيدل على امر مشكوك فيه. هو فلان عامل لي عمل ولا مش عامل لي عمل؟ طب وانا معمول لي عمل؟ مش معمول لكم عمل، مفيش عمل، كله بيفتكر هجيب عمل منين؟ احنا معانا فده تشكيك في بعض الامور، وسيبك منها خالص، مفيش عندك حاجه. اطمني برضه.